مرحبا بكم في حصتكم ذوقوا ماكلتنا. الحياة فيلم وحكاياته طويلة وقصيرة، وكل واحد منا يلعب دور ويعيش فيها. لكن إحساس المرأة ولا الفتاة بعد ما تكون أسرة وتولي أم، دورها راح يفوق كل الأدوار اللي تعيشها ولا اللي تحس بها، وهذا اللي شفناه مع ضيفة اليوم في بهية وهران، شابة دليلة. مرحبا بنا عندك شابة دليلة. مساء الخير، مرحبا بك مدام نوال والفرقة، ونقول لكم صافي بليزير كي جيتونا هنايا الوهران وقناة شروق تفكرتنا، وفي نيميسيون تاني اللي نحبها انا بزاف جو لا سوي طون زون طون، باش ما نكونش كيما قال لك نكذب عليك اختي، ونرحب بالشعب الجزائري وكاع الاسر اللي نقول لهم اللي ما قدوش يجونا في هذه الدقيقه، نقول لهم مرحبا بك، بابي راه مفتوح لكم. يعطيك الصحه يسلمك سيده دليله. يسلمك. واليوم انا تعرفنا عليك عن قرب، على اولادك، على الزوج الكريم. يسلمك. اللي رحب بنا، يعطيك الصحه. مرحبا بك سيد امين. مرحبا بكم عندنا شروق تي في، و ان شاء الله تزورونا دائما ان شاء الله، ومرحبا بكم تكونوا ضيوف خفاف الدار ان شاء الله. يعطيك الصحه امين. كما تعرفوا الحصه دائما تروح للضياف اللي احنا في الحقيقه ضياف عندهم، وهذا الضياف دائما احنا اللي نخيروهم بعد ما نشوفوا مكانتهم. يعني كاين ناس بزاف اللي يحبوا السيده دليله والشابه دليله ويحبوا اغانيها، اليوم انا عندهم عند شابه دليله باش يعرفوها ويشوفوها عن قرب، واللي راح ان شاء الله ندخلوا معها المطبخ ونقدموا لها كيفيات ان شاء الله يعجبوك ويعجبوهم ان شاء الله باذن الله. مرحبا بكم، سي ان غون بليزير، وانا كيما نقولوا انا ثاني ربت بيت، و هذا ما يخفاش على الناس، ربة بيت على بالك يكون عندها سو ميناج سي روبا بيتيال بوغ سا ميزون، والكيفيات المعقوله ثاني، والواحد يكون الله يقدرنا وخلاص ان شاء الله. يعني شاء الله. بعد ما كما قلتي لي من قبل فنيتي صغرك للغناء، ودوكا كبرك ان شاء الله الاسره تاعك. يقول لك يا صغري الكبري ويا كبري القبري. باش نقول لك ان شاء الله ربي يفرحك بوليداتك ان شاء الله. انت زاده اختنا نوال، الله يسلمك. وبلا ما نطول عليك، على بالي بلي راكي شويه عيانه وحنتعبوك اليوم شويه معنا. مشكل تعبكم راحه مادام جيتوا عندنا وتفكرتونا، وهذه الخطوه العزيزه صافي ان غون بليزير. الله يعزك حبيبتي. بنروحوا لا كويزين باش ما نطولوش عليك. زيد تفضلك. مرحبا بك. اليوم جبنا لك ان بلا اللي راح يكون خفيف مع السخانه اللي رانا فيها، باذنجان في الفوغ اللي راح نديروه بالبولي بلون دو بولي سدر تاع الدجاج. هاد لو بلا عندنا باذنجان مقطع بالطول، دو بريفيرونس نخيرو حبيبات اللي يكونوا عراد وطوال، باش كي نقطعوهم رقاق ونقلوهم نقدروا نخدموهم بعداك. عندنا بيان سور بعد ما قليناهم هنايا عندنا لو بلون دو بولي، درنا دي بيتي مورسو بلا لونغور لا فورم اللي حبينا، ودرنا له دو كويير تاع لا موتارد، جو دو سيترون نسحبها، عندنا فلفل كحل، ملح، زيت الزيتون. فوالا، ونخلو هاد لا ماريناد ليله كامله في فريجيدير باش تلق بنتها، بلوس اللي راح يكون معاه لو غراتان هذا لا كريم او فروماج. عندنا دو فير دو لي، زوج كيسان تاع حليب، اون كويير ا سوب فارينا، لا ميم شوز مايزينا، 100 غرام تاع فروماج فوندو، وعندنا هاد لا كريم او فروماج واش راح نديروها على فان، ما فين نخدموها غير هكذا
باش نديروها من الفوق لي غراتان تاعنا. اليوم فوالا واش اللي راح نزيدو لها؟ حنزيدو لها لي شامبينيون، حنزيدو لها لا صوص طوماط. على فين بيان سور عندنا الفرماج اللي هذاك لازم يكون حاضر غابي بيان سور. هنا استعملنا فوندو وعلى فين حنستعملو غابي. هو حتى وقت قناتك اللي يحب لي بلا تاع فوق تمتم يحضروا وحيوجد له في وقت يعني قصير. الوغ دليله دوك باش نبداو عندنا لا كريم او فرماج اللي نسبقوا فيها باسكو كلش راهو محضر ابار لو بلون دو بولي اللي ديجا راهو امي كويسون ليله كامله هو فريجيدار في لا مارينات في الطريق تاع الدزاير. يعطيك الصحه طاب معنا كيما قلتي. هنايا دليله لا كريم او فرماج واش راح نديروا فيها؟ لا كونتيتي اللي قلنا عليها تاع الفرينه بارد في بارد، نزيدوا لا ميم شوز مايزينا، عندنا 100 غرام تاع لو فرماج. وهنايا كلش كيما راهو هنايا بارد في بارد فوق النار نحركوه حتى كي قريب يعقد. نزيدو نكملو لي شامبينيون لي ديجا بجوزناهم شويه زيت، لا صوص طوماط 3-4 كويير باش تكون لا كريم او فرماج تاعنا فيها البنه تاع الطماطم باسكو الطماطم يمشوا بزاف مع الباذنجان. مع الباذنجان فوالا بيان سور سالي بوافري دابخي حنايا واش نحبوا شويه مالح شويه. حنا في الصيف هنا عندنا في الغرب ياكلوا بزاف الباذنجان بلاصوص صوص روج. وي فوالا صوص روج بيان سور. اليوم حتكون طريقه شويه مخالفه وجديده، ماذا بينا نبعدو طون زون طون حاجه اللي ما ناكلوها ولا نديروها، ماذا بينا نديرو حاجه مخالفه عليها. فوالا مالا دليله مع هاد لا كريم او فرماج غير نديروها فوق النار نحركو عليها ونكملو لا سويت ان شاء الله. مالا نروحو نحطوها دليله ما فديري هاد لا كريم ولا دابيتود لا صوص بيشاميل؟ لا صوص بيشاميل فوالا. انا هذيك لا صوص بيشاميل ما نستعملهاش كامل، نستعمل دائما هاد لا كريم او فرماج. شويه البنه تاعها مخلفه وخفيفه وان شاء الله اليوم تعجبك وتنسي لا صوص بيشاميل ان كيما راكو تشوفوا. حتى اسراء راهي معنا اللي حابه تحضر لو بلا هذايا باش كي تكبر ان شاء الله نفكروها باللي شفتو معنا. دليله لا كريم او فرماج تاعنا بعد ما عقدت ووجدت دوكا سالي بوافري بيان سور. حنا واش حبينا لي دو بريفيرونس ما نكثروش شويه ملح باسكو علاش فيها الفرماج. فوالا بسم الله. ولا نحبوا لا نواد موسكات نقدروا نستعملوها. داكو تحب بزاف بيان سور تجي حلوه لا نواد موسكات مع لا كريم او فرماج ولا لا بيشاميل. وهنا واش راح نزيدو؟ نزيدو شامبينيون بعد ما قليناه شويه تاع زبده اي 3 كويير حتى ل 4 تاع اون صوص طوماط. داكو لي خليك مدام نوال بور لا صوص طوماط جو فوا كلي ليجير كاين كونسونطري. نقدروا نديرو كونسونطري كي تكون لا كريم او فرماج تاعنا ليجير. يعني لازم يكون لانفيرس داكور ايكيليبري. يعطيك الصحه سي سا باسكو حتاخذ لنا وقت في الفور. هنا كلش راهو طايب ابار البولي اللي راهو شويه سكي في لازم دو بريفيرونس تكون شويه خفيفه باش ما كي تعقد لنا تكون تسمم لافابور لسونا. لازم ما نصبروش عليها. ما نصبروش عليها. دوك هنايا ما علينا غير نديرو لو مونتاج تاع لو غراتان تاعنا اللي هنايا قلنا كاين لو بلون دو بولي ماريني. هنايا دوك علينا باذنجان بعد ما قليناه
قاعده نشط لا ديرنيير. قيس لو بلاطو هذا فوالا. ودوكا واش راح نزيدو؟ الكريم. نديروها كامل من الفوق. Ça donne envie de goûter un peu. حاجة خفيفة. اي اون بلوس قلنا نبدلو من الحوايج اللي ما عارفين ناكلوهم دابيتود. دوك هنا ما عندنا غير نزيدو نكملو الفرماج من الفوق غابي. غابي. ايه وندخلو لو بلات تاعنا في الفور 180 لا تمبيراتور حتى واحد ربع ساعة 20 مينوت باسكو قلنا البلون دو بولي ما يقعدلوش بزاف وقت طويل. فوالا لو بلا تاعنا راه واجد باش يدخل الفور. ميم كي شغل كون تو راسوا دي انفيتي جو بونس با سي با مال دو دو فير ان بلا اي دو لو بريزونتي ما بور مو ميم. يعني عجبك ولا كان عندك دي انفيتي لا بروشان فوا تقدري تقدمي لهم هذا لو بلا؟ بيان سور تري بيان. وميم رمضان اللي راهو على الابواب ان شاء الله ان شاء الله نقدروا ميم لينا حنايا دائما يغيشتي رمضان عزيز علينا دائما هو كدير ان شاء الله يدخل علينا بالصحه ان شاء الله. فرحتيني كي عجبك لو بلا وراهو في المنيو باش تبريزونتيه لي انفيتي تاعك وتقدمي لهم. سيتي اون اوتر ايدي كامل فوالا. بصح لو غاتو اللي راح دوك نديروه راح يكون ليك. ميرسي. نبقاو معنا باش تشوفوا لو غاتو اللي راح نديرو سبيسيالمون بوغ دليلا. يضرا هاد لا سوربريز لي جبتيها انا نوال سي كوا كوم غاتوني نشوف هنا غير اللوز الدنيا راهي مخلطه راهي مخلطه. الوغ شوفي كيفاش نديرو دليله نروحو ايتاب باغ ايتاب نخلو لا بريباراسيون تاع الغاتو تبان ومن بعدك على فان قولي لي واش راكي تشوفي. صح كاش تري بيان. الوغ هاد لو غاتو لي سي اون كرياسيون درتها نحبها بزاف ومن بعدك تشوفي علاش نحبها. فيها اون بات اللي هي اون بات تاع تزيريات اباز دو فارين وكاين اون فارس تاع مخبز راح نحكوا عليها وكاين اون فارس اللي راح تجي لداخل بالعسل اللي كونكاسي وشوا اللي حبيناهم بلوس لا بات داموند اللي راح ندير بها لا ديكوراسيون وواحد الحبيبه بيض اللي راح نديروها بالمخبز بلا فارس تاع مخبز. نبداو دوكا بلا بات هي صح باسكو سي لو سوبور تاع هاد لو غاتو. الوغ عندنا بور لا بات 3 كيلات فارينه نص كيلا تاع ليدام سبيسيال فويتاج مخصص للتوريق باسكو فيه لاميدون فيه الماء لو غاتو تاعنا حيشد لا فورم تاعو. عندنا اون كويير ديسير تاع لافاني مع بانسيت سيل معاها. عندنا نص كيلا تاع مزهر ونص كيلا بلوتو ماشي نص كيلا نص كيلا تاع مزهر وعندنا اون كوانتيتي دو اللي نسحقوها باش تلملنا لاباط. هادي سي اون بات تاع تزيريات حنا نسموها اون بات تاع تزيريات باسكو سي لا باس تاع لي غاتو اوريونتو نخدمو بها بزاف لي غاتو تاعنا. نلقاوها ماشي غير في هاد لو غاتو في تزيريات في رزيمات في سليلات في مشكله سي اون باز تاعنا تاع لي غاتو تاعنا. عندنا هنايا فاسون الجي معروفه بزاف بلي غاتو اوريونتال فوالا سي سا. اون بلوس مع الوقت هذا قد ما حبيناهم قد ما زدنا طورنا فيهم بيان سور. بعد ما درنا قريصه تاع الملح اون كويير ديسير تاع لافاني هاد لا كونتيتي نديروها فارينا اون 3 فوا باسكو قلنا 3 كيلات فارينا. فوالا هادي الاولى معها درنا شويه قريصه تاع الملح اون كويير ديسير تاع لافاني. فوالا الدوزيام لا ثوازيام هنايا الكيلة اللي كينا بها الفرينة راح نكيلوها إيدان نص كيلة فوالا نص كيلة دايما تكون في لي بول تاع الشربة اللي يكونوا مفتوحين بوكو بلوس من الفوق باسكو ضيقين من التحت نديرو دايما موان ان دوا
وبيان سور تبعنا يكون هكذا راقد ماشي هكذا داكور فوالا باسكو بوكو بلوس ضيقه من تحت هنايا وكي يكون لي دام تاعنا شويه سخون كيما راهو دوكا دو بريفيرونس نسكيله هذيك اللي قعدت نديرو لها مزهر باسكو حنا هذا نسكيله تاع لي دام ونسكيله تاع مزهر باش تكون لا ميم تومبيراتور باسكو سينو كان يكون لو شو ولو فوا كيما هذا سخون وهذا بارد مزهر راح يكون بارد مع الماء راح يجونا دي غريمو فوالا راح يجونا دي غريمو باش نيفيتيو هذا البروبليم نديرو نكملو نسكيله تاع المزهر نحطوها مع لي دام فوالا بسم الله دوك لا بات تاعنا نلموها بالماء حتى تتلم سا ديبون لا كاليتي تاع لا فارين كاين لي دوموندي بزاف الماء كاين لي تشد روحها يعني سا ديبون لا بين عاد دوموندي خاطر مولات عليها في كيف دات دوموندي الماء بزاف حنا نزيدو شويه الماء حتى تتلم لنا فوالا لا بات تاع تزيريات اللي حنا نسموها باتة تزيريات راهي وجدة شتي سهلة ولا باتة تاعنا لو فات اللي ما كانش فيها لو كونتاكت تاع لو شو لو فوا ما عندناش بروبليم تاع لي غرومو فوالا هاهي لا باتة وجدة ليس اي دو بريفيرونس بيان سور هنايا نخلوها تريح واحد 10 دقائق لو طون لي نبريباريو لي زانغريديون تاعنا لا انا وقت سمع هكا كي تعق عليا قلت لي غادي نوجد بالخو قلت لي درا ودي لا لا هنا تعرفي ما كاش مشكل راح دوك نخدموها ونخلوها تريح في لي مول تاعها باش ما نبقاوش عليك صح يا عيشك هنا ناخذ شويه سيربريز نورمالمون صاير لها كي ندير سيربريز فيها حاجه الداخل هادي دليل راح تكون فيها حاجه الفوق ماشي الداخل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شي كيوريوز عندنا اون فارين توجور لو بلان دو طراي تاعنا اذا عندنا لا ماشين تاع الكادو هذيك اللي نحلو بها الرشته ولا بات نستعملوها دائما في الان اخوا حسين باش كتبغي نخرج راه تي كتعيشي لكن حنايا انا حبيت اليوم نديروها باليد يعني ماشي باغي نعرف باغي تعرفي دليل كيفاش هاد لو كادو اللي ما عندوش لا ماشين يقدر يخدمه سمعت حاجه سهله يعطيك الصحه يعني دوكا كاين اللي عنده لا ماشين كيما نشوفها بلي حاجه ما تطلبش بزاف دي زيفور ها يعطيك الصحه واحد ينجم يديرها ينجم يديرها وكاين بزاف اللي يشوفوا لي غاتو اللي تحلوا بلا ماشين يقول لك ما عنديش اون ماشين ما نستعملهاش لكن هنا كيما قلتي راح تتعبي شويه بصح تقدري ان شاء الله ديري لو غاتو تاعك اللي حبيتي انا ابري ميدي ما يكون عندك والو لو طون دو بروندر اون ايدي بور لي غاتو سادير فوالا هنايا لا بات قلنا يو كان كاين لا ماشين نحلوها في 1 اي 3 اي 5 ما كانش لا ماشين حنا نشوفوا لي بيسور اللي حبيناها ودائما اون فارين لو بلان دو طراي تاعنا فوالا فوالا هنايا عندنا هاد لي مول دائما كي تشوفي لا كولور دائما نقول لهم لا كولور كي تشوفوها هكا كحله حسي اكسبري باسكو درنا لهم الزيت وخليناهم في الفوق حتى تحمروا باش ما يتسدوناش فوالا اونفونس لا بات ما نديرو لا زبده لا فارينا لا والو باسكو لو بلان دو طراي تاعنا كان فاريني الوغ هذاك لو كوتي اللي كان فاريني راح يكون في لو مول افيك اون بيير دو كو هنايا داكور اونفونس لا بات نعطو لا فورم تاع المول فوالا انا كنت سمحي لي غنى واحد لا كيسيون نعم دي فوا كي يديروا الناس هكا لي مول اها لي ترونش با لي ترونش لي بيك افيك دي فورشيت وي باسكو علاش جميع غاتو يدخل الفور سواء لي تارتلات ولا كيما راكي تشوفي هكذا كاين سخانه والسخانه هذيك راح دير الهواء الهواء راح يدير دي بول يعني لو غاتو تاعنا هنايا يو كان ندخلوه بلا ما نتقبوه سي ميم بور لي غاتو يعطيك الصحه راح يكونوا هذوك لي ترو اللي يخلوا لا شالور تخرج سينو يو كان ما تكونش هذوك تقابي هنا حدير اون بول لا فورم تروح تاع الغاتو على هذيك لي دو بريفيرونس ما فيهاش خماره وي لا بات تاع ديليات ما نديروش فيها خماره لي فون دو تارت سا دير بور لو غونفلاج لا لا ما نديروش هادي نسحقوا اون بات فين لا بات تاع ديليات ما نديروش فيها خماره يون بلوس دو سا بور هاد لو غاتو نسحقوا اون بات فين راح تكون فوري لداخل فارسي بيان سور دوك هنايا كيما قلتي دليلة اون فا بيكي لا بات تاعنا نديرو اون فارس هنايا او شوا اون فارس باغ اكزومبل تاع مخبز اللي هي معروفة 3 كيلا تاع لوز كيلا تاع سكر اون كويغا ديسير تاع لافاني ونلمو بالبيض ونيفيتيو هنايا لو زاز دو سيترون داكوغ
D'accord. Voilà, parce qu'on a les concassés, on fait le caramel. Mais nous aimons le caramel avec le zeste du citron, mais il ne va pas. Alors, de préférence, on a une petite farce de mkhabbes sans zeste du citron. D'accord. Et طيب, بعد ما نبيكيوهم راح يخرجوا لنا كما راكي تشوفي دليلة. فوالا. هكذايا. تقبناهم درنا une petite farce وهاد لا farce هادية درناها une forme تاع حبيبة تاع بيض طيبناها سي لا ميم farce فوالا الوغ هنايا دوكا ما علينا غير نولو لا farce لا farce تاعنا عندنا الجوز لوز واش حبينا لي فروي ساك بعد ما نحمروهم هنا راهم محمرين لموهم بالعسل لموهم بالعسل وكي نلموهم بالعسل ندير لهم اغوم كراميل ريحه تاع كراميل وحيت ندنا هاد لو ميلونج داكور عندنا لا ديكوراسيون تاعنا بيستاش قطايف غريي وعندنا هنايا ان غلاساج غلاساج هذا موكا فيه قهوه ما فيهش لو زيس دو سي لو جو دو سيترون فيه اغوم موكا ولا قهوه فوالا باسكو علاش دائما نقولوا لي فروي سيك مع لا غون كاراميل ما يمشيش مع لو زيس دو سيترون ولا لو جو دو سيترون سي فري سي جالي دير يعطيك الصحه هنايا عندنا الحبه بيض نطليوها بهذا لو غلاساج فوالا هذه حبه بيض خدمناها على ما هنايا عندنا لا فارس اللي درناها بلي كونكاسي او شوا نحبوا نديروا اون فاريتي ولا نديروا غير لي زاموند ولا نديروا جوز كيما حنا كيما حبينا كل شيء راه كاين كل شيء كاين يعطيك الصحه فوالا لميناهم قلنا بالعسل وزدنا لهم اغوم كراميل بعد ما عمرناهم نديروا لهم شويه تاع بيستاش فوالا الحبيبه بيض هاديه نخلوها تنشف بعد ما تنشف نقدروا بلي ستيلو اليمونتير اللي راهم كانتيك متواجدين في الاسواق نكتبوا لو نون تاع لو بيبي ولا نكتبوا الف مبروك ولا نكتبوا مون بوسان مون بيبي يعني اون لو شوا بعد ما درنا البيض قلنا لازم ينشف حنا رانا نديروا ميتي ديمونستراسيون كي راكي تقولي راكي مقلقه شويه وزدنا تعبناك وانت راكي عيانه كاع الله يفرحك دليله ميرسي بوكو خلا ناكلوا طمينا نحضروا في طمينا ان شاء الله ان شاء الله يعيشك الوغ شوفي عندنا دوكا اون بات داموند ما تنسيش ناول كي راكي تدخلي انت راكي تدخلي كاع مع الشعب الجزائري كامل والشعب الجزائري كما جاش ما يحبك حنا ما راناش هنايا الله يسلمك ومرحبا بك لا بروف باللي عندك مكانه مرحبا بك يعيشك هنا دليله درنا الحبه بيض دوكا بلا بات داموند فري بات داموند نخدموها باللوز ولو سكر ونلموها بيان سور كيما حبينا سوا بالبيض ولا البيض تاع البيض ولا الماء نخدمو لا فورم تاع لي كانار اون بول فوالا تاع لا بات ومع ذاك نمدو لها هذا الشكل Voilà. Tani, pour les ailes, نحلو لا بات هادي باينه شتيك شي واحد في بالعكنه راكي ديري كي تاعها كنهضر تاع بالعكنون تمتم بانه تمتم بان يعطيك الصحه الله يسلمك نو سادير يفو فوا بور لو كوا باسكو من شتك مع لي زارتيست اي تو تي تي باسيونت و سا سو فوا ميتون ميم دروك الله يبارك يعطيك الصحه يبارك فيك عايشه كيف هي مي كيما نحبوا الحاجه دائما تقدوها كيما انت الله يبارك الغناء و كما تحبيهش ما تمديلوش وكي تمديلو هو حيمد لك اكيد بيان سور الغناء نجم نقول مديت صغري عليه يعطيك الصحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله صحيح العبد فوالا عندنا هنايا دليله لي زيل دايما شويه تاع الماء ولا تاع العسل نديرو لي زيل فوالا و بيان سور عندنا كولورون او شوا نديرو ان ديسان بور العين ونقطه صغار بلوتو نقطه صغار للعينين و لو بيك بشويه كولورون روج داكور ونحطوه لهنايا فوالا نزيدو شويه تاع القطايف اسم اموني دي دروك بداو يبانو سي دي غاتو باتيم اينيسونس يعطيك الصحه
فوالا باش قلت لك مقبلات رانا في لو تيم تاعك دليله ان شاء الله يا ربي قلنا ناكلوا طمينه تاعك ما كيدير لي بوبليسيتي يا نجي نخدم من دار وكاني كوموندي كادو تاعي دليله يسلمك طول عمرك يعيشك ان شاء الله لو غاتو يكون عجبك دليله سي تري جولي والله فرانشمون سي تري جولي راكو شفتوا لو غاتو اللي جبناه سبيسيالمون بوغ دليله راهو واجد ما عليكم غير تقعدوا معنا تشوفوا كلش فوق لا طاب بيان بريباري بيان سور اي ديكوري صدق ماكلتنا قدمت الشابة دليلة زوجها أمين وأولادها الأطباق التالية عندنا لو غراتان بدنجال اللي درناه في الفوغ بالبولي عندنا لو غاتو اللي خيرناه لها لأنها في انتظار المزيود الثالث اللي إن شاء الله يا ربي يفرحوا له ويتربى في عزهم إن شاء الله الأطباق تاعنا يكونوا عجبوك شابة دليلة والله عجبوني تري تري بيان مي كاين بيتي سوسي بون الأولى غادي ناكل الكاطو الأولى ندوقه بصح داك الكاطو بعد نرد لك خبر عليه عرفت باللي ما تتعشيش بكري على هذه تتعشيش بكري واه داكو دليله من بعد الحمد لله الاطباق تاعنا عجبوك ماذا بينا ان شاء الله تغنينا اغنيه اللي اكيد اللي يحبوا دليله بزاف ينتظروها اليوم سلام عندهم دي شوز يعيشك كاين انا اغنيه عزيزه عليا بزاف ويحبها ثاني الزوج تاعي راني مدراره من ديك الحرارة شوفوا شاسرة بيني وبينه الناس حقارة كتروا الغيارة حزوني في نوال بغيني نقيله بغيني قيله يا أنا والله ما نقيله يا صحتكم ومرحبا بكم وكنتوا خفاف ضل علينا وانتوما ضيافنا وكما كتشوفي الاخت نوال انت يا وليكيب تاعك بابنا راه مفتوح سواء ليكم انتوما سواء للناس واش نقول لكم ربي يخليكم وان شاء الله هذه الدخله تاعي اللي دخلتها عليكم في لابتي تيلي تاعكم والقعده تاعكم ما نكون خفيفه عليكم انا والاخت نوال بيان سور ميرسي اكيد دليله لهذا سمحي لنا ونتمنى لك ان شاء الله يا ربي مزيد من التالق من نجاح في ميدانك الفني وبهذه المناسبه نقول لك يعطيك الصحه ثاني مره ودوقوا مادتنا بالصحه والهنا الله يسلمك اختي نوال مرحبا ماكلتنا شاركتوا معانا نهنوكم ونشكروكم ويلا سحقيتونا في شروقتي في حنارانا انا عندي فلوس ما عنديش فلوس لا هذا كاميرا ولا وزه انت اللي كيما واحد ستاجير عندي قالت لي نخدم لك دجاجه ولا سردوك ولا حمامه يا ما طلعت واش كاع مسكر حبس وجا لي التوته او التوته يا مامي شدات لك شدات لك تتي رجاله انا ليدي مي كانت تغولي في الدنجال حسها غادي دير هذيك تاع التراكه فوالا هي اسراء معنا حاب تشوف لا كريم او فرماج كيفاش خرجت شتيها هذيك تموتالك كرشه ملح ملح خلاص راهي اي دير بيزو تاتا دير بيزو تاتا دير بيزو تاتا اسراء ديرو باباي ها ديرو باباي اكسايد ستاجير ما تزيدش تولي ملح ستاجير ديها هكا بور لا بريزونتي ا سي زامي تي جو بونس اه والله ما تشوفوها هاي كنا نزعقوا